فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأمير في السفر هل له أن يأمر من معه من الصائمين بأن يفطروا، وهل يلزمهم ذلك؟ لا، ما يأمر، ما يأمرهم بالإفطار، هذا هو ما يتدخل في العبادات، إنما يأمرهم بأحكام بأمور السفر، الرحيل والنزول وحاجات السفر، أما العبادات ما يأمرهم ولا له صلاحية في ذلك. نعم يأمرهم بالصلاة إذا حضرت، يوقظهم من النوم لا بأس، أما أنه يأمرهم بأن يفطروا لا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان معه من يصوم ومعه من يفطر، ولا يجبرهم على الإفطار. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.